بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا، معكم أستاذ شرف الغليمي، أستاذ مادة علوم حياة الأرض بالسلك الثانوي التأهيلي بثانوية ابن طفيل التأهيلية بلدة ولادي عيش مديرية الإقليمية لبني ملال. إذا الدرس الذي تم إعداده هو لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم الحياة علوم تجريبية عفوا، وهذا الدرس يهم تفاعلات المرحلة المظلمة التي تنتمي إلى ظاهرة التركيب الضوئي. إذا سبق لنا شفنا تفاعلات المرحلة المضاءة، إذا الآن سوف نتطرق إلى تفاعلات المرحلة المظلمة. إذا لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وصابوني لكي يصلكم كل جديد على القناة المسماة شرف الغليمي. إذا قبل الشروع في شرح تفاعلات المرحلة المظلمة، لا بد أن نقوم بواحد التذكير للفقرات السابقة لكي نستطيع أن نربط العلاقة ما بين العناصر. أننا قلنا لكم سابقا أن تفاعلات المرحلة المظلمة وتفاعلات المرحلة المضاءة هم مرتبطين فيما بينه. إذا أول مسألة، عند إجراء واحد مقطع عرضي على مستوى الورقة الخضراء، تلاحظوا أن في الوجه السفلي ديالها تحتوي على ما يسمى بستوماترا بالفرنسية. ستوماترا هي الثغور، والثغور يتم على مستواها إذا التبادلات الغازية، يعني إدخال CO2 وطرح O2 وكذلك عملية النتح. إذا تلاحظوا أن على مستوى هذه الورقة بالداخل كاين عندي واحد الخلايا راه ممثله تما بالاصفر وفيها نقط خضراء، هادو تيتسماو بخلايا البارونشيم. احنا درنا التكوير ديالها هنا، درنا الخلايا البارونشيم. تلاحظوا ان في هذيك النقط الخضراء، ديك النقط الخضراء ملي تنديروا ليها التكبير، تلاحظوا ان على شكل عدسه، بحال العدسه، لان عندها الشكل ديال العدسه، وتسمى بالبلاسيدا الخضراء. هي اللي هي عباره على ديك النقط اللي شفناهم خضرين على مستوى خلايا البارونشي. اذا بالنسبه لهذه البلاسيدا الخضراء التي تعطي هذا اللون الاخضر، فهي تتكون من مومبران اكستيرن، غشاء خارجي، مومبران انتر، غشاء داخلي، وبينهما ما يسمى بحيز بيغشائي اللي هو اسباس انتر مومبرانير. إذا هذه الأغشية تحيط بوسط شفاف يسمى بستروما، بحال واحد المادة هلامية بحال جل، إذا تسمى بستروما. داخل هذه الستروما كاين عندي واحد الأقراص بحال لي ديسك، بحال ديسك ديسك على ديسك، إذا أقراص تسمى أقراص خضراء تسمى بالتيلاكويدات. مجموع التيلاكويدات، إذا تيلاكويد فوق تيلاكويد فوق تيلاكويد، يكون ما يسمى بالجرانوم. هنا على اليسار تشوف واحد الصورة حقيقية لهذه البلاسيدا الخضراء اللي تقريبا القد ديالها أقل من 5 ميكرومتر. إذا نمشيو دابا للتيلاكويد بالضبط، هذاك التيلاكويد اللي قلنا لكم على شكل أقراص وراه بالأخضر. إذا تتكون هو من غشاء يسمى بغشاء التيلاكويد، هو عبارة على واحد يتكون من طبقتين من الفوسفودهنيات، يعني بحال الغشاء السيتوبلازم ديال الخلية، وعلى مستواه توجد واحد البروتين مدمج، وذاك البروتين المدمج يحتوي على صبغات يخضورية. مفهوم؟ إذا هذوك الصبغات الخضورية اللي سبق لنا شفنا بحال الخضور أ والخضور بي وإلى غير ذلك. مفهوم؟ إذا هاد الصبغات الخضورية راه ما تتجمعش هكا على مستوى البروتينات بشكل عشوائي، وإنما تتجمع على شكل ما يسمى بنظام ضوئي اللي هو فوتو سيستم. إذا بالنسبة شنو هو التعريف ديال النظام الضوئي؟ النظام الضوئي يتكون من لاقطة مجمعة. وشنو هي اللاقطة المجمعة؟ هي مجموعة ديال الصبغات الخضورية، وبالضبط تقريبا الصبغات الخضورية بي اللي تتلتقط الفوتونات، تتلتقط الأشعة ديال الضوء، تتلتقط يعني الطاقة، وعن طريق ظاهرة التفلور تحولها إلى أشعة حمراء، وهذه الأشعة الحمراء يستقبلها المركز التفاعلي. هذا المركز التفاعلي تتكون في الوسط من الخضور أ اللي تستقبل هذوك الأشعة الحمراء،
كلها، يعني تيجي كل لقطة مجمعة تجمع ديك الأشعة، تجمع ديك الطاقة وتحولها إلى أشعة حمراء عن طريق ظاهرة التفلور، راه تطرقنا لها سابقا. إذا هذاك اللي يخضر تيصيب راسو أنه تيتلقى بزاف ديال الأشعة الحمراء، وبالتالي الطاقة التي سوف يتوصل بها راها كبيرة جدا، سوف تؤدي إلى فقدان الإلكترون الموجود على مستوى الإخضر أ، والإخضر أ في هذه الحالة سوف يصبح مؤينا، مفهوم؟ إذا غيولي عنده أ بلس. إذا هذاك اللي يخضر أ ملي تيفقد هذاك الإلكترون، يعني كاين واحد العنصر آخر اللي غادي يتقبل هذا الإلكترون، يسمى هذا العنصر بمتقبل أولي للإلكترونات. وسبقنا لنا قلناها أن اي عنصر تيفقد شي الكترون راه ضروري كاين شي عنصر اخر اللي خاد منه هذا الالكترون. اذا واحد تجرى ليه الاكسده، واحد تجرى ليه الاختزال. اذا هذا اللي يخضر ا مع اللي يخضر ب مع المتقبل الاول للالكترونات يكونان بالمركز التفاعلي. اذا اعيد نظام ضوئي متكون من لاقطه مجمعه، اذا اللي يخضر بي، وفي الوسط يوجد مركز تفاعلي تتكون ليا من اللي يخضر ا اللي تيشد الاشعه الحمراء، والمتقبل الاول للالكترونات اللي يشد الالكترونات عند فقدانها من طرف الاخضر ا. مفهوم؟ اذا الان سوف نتطرق بعجاله الى تفاعلات المرحله المضاءه. اذا كما تنشوفوا الفوق كاين عندي ستروما، هي اللي هذاك الوسط الشفاف اللي قلت لكم، ثم كاين عندي غشاء تيلاكويد، راه كاين تما بالفرنسيه على اليسر، قراو على اليسر، مونبران دي تيلاكويد، ويعني غشاء تيلاكويد، يعني من بعد واش غيكون بعد غشاء التيلاكويد، غيكون عندي جوف التيلاكويد. مفهوم؟ اذا نتكلموا بعجاله على تفاعلات المرحله المضاءه لانها مهمه لكي نمر الى المرحله المواليه. نعم، اذا هذا الفوتو سيستم 2، يعني النظام الضوئي الثاني. هذا النظام الضوئي الثاني اذا يتقبل الفوتونات القادمه من الاضاءه، هي تما لا ليميير، وهذاك اللي يخضر ا تيفقد الكترون، وهذاك الالكترون باش يحاول انه يرجعه تيحاول يرجعه عن طريق اكسده الماء. اذا جزيئه الماء تتاكسد تتعطيني او 2 زائد اش بلس زائد واحد الالكترونات. بحال شوفوا فهموا معايا المساله، اش جوج شنو هي؟ او مرتبطه مع جوج ديال اش. اذا غتجرى لي الاكسده غادي يولي او بوحدو او 2، وهذوك اش غادي تحاولوا انهم يكونوا بحدهم، وهذاك العناصر هذوك الالكترونات اللي كانوا جامعين هاد الاش وهاد او غادي يشدهم اللي يخضر ا الذي ينتمي الى الفوتو سيستم 2. هذاك الالكترون اللي ديجا فقدوا اللي يخضر ا سوف ينتقل عبر السلسله الناقله للالكترونات من جهد اكسده اختزال منخفض الى جهد اكسده اختزال مرتفع. اذا ولتي يولي عندي بحال الباتري. اذا هاد الالكترونات الانتقال ديالها بهذا الشكل تيولي بحال كانه بطاريه، اذا سوف تؤدي الى تحرير واحد الطاقه، وهذه الطاقه سوف تعمل على ضخ، انها تحاول تضخ ليا البروتونات ديال اش بلس التي توجد على مستوى ستروما، تضخها نحو جوف التيلاكويد. مفهوم؟ الان انتهينا من هذه المساله، نمشيو ثاني للفوتو سيستم اعرف. ملي تنتكلموا على هذا الشيء اللي تيوقع على مستوى الفوتو سيستم 2، راه نفس العمليه تحدث على مستوى الفوتو سيستم ا، يعني النظام الضوئي الاول هو الاخر يتلقى الفوتونات من طرف اللاقطه المجمعه، وتتجمع ليا دوك الفوتونات وتتحولهم الى اشعه حمراء عن طريق ظاهره التفلور، وتشدهم ليا الخضور ا الذي يوجد في الوسط، وتتجرى لي عمليه التأين، تفقد الكترون. هذاك الالكترون اللي فقدوه، الالكترون اللي فقده غادي، اذا فقده الكترون غينتقل حتى هو الى عنصر اخر، ويحاول انه يعوض الالكترون اللي فقده انطلاقا من السلسله الناقله للالكترونات، يعني يعوضه من الالكترونات القادمه من الفوتو سيستم 2. هذاك الالكترون او الالكترونات اللي فقدها ليخضر ا الذي ينتمي الى الفوتو سيستم ا غادي يشد واحد الانزيم، راه تما كاين عندي اف بي، واحد الانزيم يسمى بال ان ادي بي ريدكتاز. اذا هذا ان ادي بي ريدكتاز هو عباره عن انزيم يعمل على اختزال ان ادي بي بلس الى ان ادي بي اش اش بلس. كيف ذلك؟ تيشد هذاك الان ادي بي بلس اللي كاين عندي في ستروما، ويضيف اليه الالكترونات اللي جايه من الفوتو سيستم ا، ويضيف اليه البروتونات، ويحوله الى ان ادي بي اش اش بلس، يعني بحال تختزل هذاك الشيء. كانت كل عناصر
كانها مشتته، كاين ان ا دي بي بلس بوحدو، اتش بلس بوحدو، الالكترون بوحدها. اذا الان انت مجمعها في مركب او في جزيئه واحده تسمى الان ا دي بي اتش اتش بلس، والعمليه تسمى ب الاختزال. نعم، اذا استمرار هذه العمليه ديال انتقال الالكترونات من الفوتو سيستم 2 الى الفوتو سيستم 1 ثم الى الان ا دي بي ريدكتاز يكون مصحوبا بضخ البروتونات من الستروما الى جوف التلاكويد، مما يؤدي الى تكون ممال ديال البروتونات. يعني تولي عندي اش بلس على مستوى جوف التلاكويد اكبر من الستروما، وهذه الحاله تؤدي الى ان التلاكويد يعمل على ان يكون عندي واحد التوازن في بروتونات اش بلس بين جوف التلاكويد وستروما. اش بلس لا يمكنها ان تمر الى ستروما عبر غشاء التلاكويد لانه غير نفوذ، فتمر عبر الكره ذات الشمراخ. اذا هذه الكره ذات الشمراخ عباره عن انزيم، هذا الانزيم بمجرد ان تمر عبر هذه البروتونات اذا يؤدي الى تؤدي العمليه الى تهيجه والى تنشيطه فيعمل على فصفره ال دي بي الى ATP. إذا المهم في هذه التفاعلات المرحلة المضاءة هو إنتاج الـ NADPHH بلس وإنتاج جزيئات الـ ATP. إذا الآن انطلقوا إلى تفاعلات المرحلة المظلمة، وغنتكلموا بالضبط على تفاعلات المرحلة المظلمة، راها مختزلة عفوا في حلقة تسمى حلقة كالفن، والتي تحدث على مستوى السترون ماشي على مستوى التلاكويد. إذا تفاعلات المرحلة المضاءة تحدث على مستوى التلاكويد، أما تفاعلات المرحلة المظلمة فتحدث على مستوى ستروما. للتذكير فقط، ملي تنقولوا تفاعلات المرحلة المظلمة راه لا يعني أنها تحدث خلال الليل، هما لا تفاعلات المرحلة المضاءة ولا المظلمة كلاهما ينتمي إلى ظاهرة التركيب الضوئي، وبالتالي كلاهما يحدث خلال النهار. الفرق بينهما ان انها التفاعلات المرحله المظلمه لا تحتاج الى الضوء، يعني التفاعلات تحدث رغم اذا لا تستعمل الاضاءه، لا تستعمل الفوتونات في التفاعلات ديالها. اذا غنبداو، غيكون عندي واحد عنصر او جزيئه تسمى ريب. شنو هي الريب؟ هي الريبيلوز، اذا السكر خماسي ويحتوي على جوج ديال الفوسفاتات، داكشي ريبيلوز بفوسفات، خمسة ديال الكربونات وجوج ديال الفوسفاتات. تيجي لي واحد الانزيم الريبيسكو الذي يوجد على مستوى ستروما، ويقوم بدمج جزيئة ديال سي او 2 على مستوى هذا الريب بي، فتتحول فنحصل على جزيئة اللي هي سداسية فيها ستة ديال الكربونات وجوج ديال الفوسفاتات، وهي جزيئة غير ثابتة كيميائيا، لا يمكن ان تبقى على هذا الحال، لذلك سرعان ما تنشطر الى جزيئتين اصغر. كل جزيئة تحتوي على ثلاثة ديال الكربونات وفوسفات، وهذه الجزيئتين كلاهما تسمى بالأبيج، يعني أسيد فوسفو غليسيريك أو لا فوسفو غليسيرات، يعني عبارة على واحد الحمض واللي فيه فوسفات واحد يوجد على كربون من الكربونات ثلاثة. بعد ذلك هاد الجزيئات ديال الأبيج تتشد ليا واحد جوج ديال الأتيبي، إذا كل جزيئة تتشد ليا أتيبي، راه تما أ يعني أدينوزين، ثم ثلاثة ديال بي يعني تخي فوسفات. فهم؟ إذا جزيئة ديال ATP تتفاعل ليا مع جزيئة ديال APG بحيث أن تجرى الحلمات ديال ATP وتعطي هذاك الفوسفات ديالو، لما تعطي الـ APG، إذا هذاك الـ APG يتحول إلى BPG، يعني جزيئة فيها ثلاثة ديال الكربونات وجوج ديال الفوسفاتات. الأول كان عندي غير ثلاثة ديال الكربونات وفوسفات، دابا كل جزيئة ديال APG شدات فوسفات من عند الـ ATP القادم من تفاعلات المرحلة المضاءة، ولات عندها جوج ديال الفوسفاتات. إذا بذلك جوج ديال APG غيؤديو إلى حلمات جوج ديال الـ ATP، وغيتعطاني جوج ديال الـ ATP، وغيكون عندي جوج ديال الجزيئات ديال BPG هي وبي فوسفو غليسيرات. مفهوم؟ اذا هذه الجزيئه تنحاولوا اننا نحيدوا لها الفوسفات، كل جزيئه تنحيدوا لها فوسفات، وملي غنحيدوا الفوسفات خاصنا بحال نفهموا بحال شي حاجه بحال تتجرحها، اذا حيدتي واحد الجزء، اذا انتزعت واحد الجزء من واحد الشيء معين، اذا ما خصش يبقى ذاك الجزء عريان، اذا خاصنا نحاولوا اننا
نحميوه باش تنحميوه بالبروتونات. إذا غير كمفهوم، أما الواقع الكيميائي فواقع آخر. بمجرد أن نزيل الفوسفات، خاصة ذاك المكان ديال الفوسفات يعوض بالبروتونات، وهذوك البروتونات من تيجوليا من جزيئة ديال NADPH H بلس. إذا كل جزيئة ديال BPG تنحيدو ليها فوسفات، وفي بلاصتو تنركبو جوج ديال H بلس. يعني سوف يتم أكسدة جزيئة ديال NADPH H بلس إلى جزيئة ديال NAD+. وبما أن عندنا جوج ديال BPG راه غنحتاجو جوج ديال NADPH H بلس يتأكسدو ليا، يعني تيتأكسدو تيفقدو البروتونات وتيتحولو إلى جوج ديال NAD+. مفهوم؟ إذا هذه العملية اللي قلنا تنحيدو الفوسفات من BPG وتنضيفو ليه الهيدروجين تؤدي إلى إعطاء جزيئة أخرى، وهذه الجزيئة تسمى G3 فوسفات. كيف جي 3 فوسفات؟ هي عبارة على واحد الجزيئة فيها كما تشوف هنا ثلاثة ديال الكربونات وفوسفات، وهاد الفوسفات يوجد على مستوى الكربون رقم 3، لذلك سميناها بالجي 3 فوسفات. مسألة أخرى، هاد الجزيئة راه هي عبارة على كما قلنا الجي 3 فوسفات، اش تعني؟ غليسير ألديد فوسفات، يعني عبارة على جزيئة ألديدية ماشي حمض. بدينا في الاول بالابيجي اللي هو حمض، دابا ولينا في جزيئه اللي هي الديديه، وعرفنا ان الالديدات راهما عباره على سكريات. مفهوم؟ اذا هذه هي ما يسمى ب حلقه كالفن ايبانسون. اذا جوج العلماء اللي اكتشفوا هذه الحلقه التي تحدث على مستوى ستروم. اذا حلقه كالفن لا زالت لم تكتمل، راه تشوفوا هنا على اليسار ان باقي خاصني ندير السهم. العمليه لا تقف الى عند هذا الحد، بل خاصنا باش نغلقو باش السيكل يكمل خاصنا نديرو حلقة أخرى، خاص يجرى لي تفاعلات أخرى. شنو هما التفاعلات؟ تيجي عندي تاني، شوفو في الأعلى CO2، جزيئة ديال CO2، تيجي عندي الريبيسكو يدمج CO2 على مستوى ريب بي، فنحصل على جزيئة اللي هي سداسية. ديك الجزيئة ديال السداسية تنقسم إلى جزيئتين ديال APG، هادوك الجزيئتين ديال APG تيتحولو إلى جزيئتين من BPG، وذلك عن طريق حلمة جوج ديال ATP اخرين. مفهوم؟ ثم هذوك جوج ديال BPG اللي تكونوا ليا جداد تتحولوا الى جزيئتين اخريتين من جي 3 فوسفات، وهذه العمليه ثاني خاصها جوج ديال NADPH H بلس باش يتحولوا الى جوج NADP بلس. اذا الان انا كونت، إذا الحلقة الثانية شحال كونت فيها؟ الحلقة الأولى كونت جوج ديال جي 3 فوسفات، الحلقة الثانية دابا كونت 4 ديال جي 3 فوسفات. الحلقة ما زالت لم تكتمل، غنزيد ثاني حلقة ثالثة. أنا وليت الحلقة الثالثة أقوم بدمج ثاني CO2 آخر بواسطة الريبيسكو، تعطيني جزيئة سداسية تنقسم إلى قسمين، يعني تعطيني جوج ديال APG، وذاك APG يتحول إلى جوج ديال BPG، هذاك جوج ديال BPG تتحول إلى جزيئتين أخريتين من جي 3 فوسفات. إذا بعد ثلاث حلقات من حلقات كالفن أحصل على شحال؟ أول حاجة تنستهلك ثلاثة ديال CO2، وأحصل على ست ديال الجزيئات ديال جي 3 فوسفات، عفوا ست ديال الجزيئات. مفهوم؟ خمسة من هاد الجزيئات، يعني خمسة، حسبوا خمسة، الأولى الثانية الثالثة الرابعة خمسة. إذا خمسة ديال الجزيئات كل وحدة فيها ثلاثة ديال الكربونات، يعني شحال غيولي من الكربون؟ غيوليو عندي 15. إذا كل وحدة فيها ثلاثة، وهما خمسة ديال الجزيئات، يعني ثلاثة في خمسة غتعطيني 15 الكربون. هاديك 15 الكربون، يعني هادوك خمسة ديال الجزيئات ديال جي 3 فوسفات تتمشي وتتحاول انها تجدد ليا ريب بي بي، يعني هذيك الجزيئه ديال ريبيلوز بفوسفات. وشحال غادي يعطيني؟ غتعطيني 3 ديال الجزيئات، يعني 5 ديال الجزيئات ديال جي 3 فوسفات اللي فيهم 15 الكربون غادي يجدوا ليا شحال من جزيئه؟ غيكونوا ليا 3 ديال الجزيئات ديال ريب بي. اذا 15 يعني شحال فيها من 5؟ فيها 3 ديال الخمساويات، الخمسه الاولى غتعطي ريب بي الاول، الخمسه الثانيه غتعطي ريب بي الثاني، الخمسه الثالثه غتعطي ريب بي ثالث. اذا كما تتشوفوا هذه العمليه اذا انا كما قلت لكم راه كونت 6 ديال الجي 3 فوسفات، 5 راه مشاو باش يعوضوا ليا ويجدوا ليا الربي بي، وحده ديال الجي 3 فوسفات غادي تخرج ليا، وغنشوفوا فيما بعد فيما سوف يتم فيما سوف نستعمل هذا الجي 3 فوسفات. عقلوا عليها، 5 مشاو جدوا ربي بي ولكن وحده
سوف احتفظ بها فيما بعد. اذا هاد العمليه ديال ان خمسه ديال الجزيئات ديال جي 3 فوسفات تعوض ليا ثلاثه ديال الجزيئات ديال بي بي ارخص ضروري من الاي تي بي، لحقاش هذاك جي 3 فوسفات فيه غير فوسفات واحد، وهنا الري بي بي تنعرفوا ان فيها جوج ديال الفوسفاتات، يعني خصني ثلاثه ديال الفوسفاتات. اوفا اذا خصني خمسه ثلاثه عفوا ثلاثه ديال الفوسفاتات التي سوف تؤدي الى تكون ثلاثه ديال الري بي بي. اول جزيئه شوفوا معايا هنا بعد رقم واحد، اول جزيئه تتكون بعد ادماج السي او 2 هي الابي جي اللي فيها ثلاثه ديال، لذلك يسمى بحلقه السي 3. كاين عندي بعض الكائنات او بعض النباتات التي تعيش في واحد الاوساط اللي هي تكون حاره وجافه، يعني مرتفعه فيها درجه الحراره، بحال مثلا نعطي مثال قصب السكر، اذا تيكون في واحد المناطق اللي هي تكون جافه وحاره، اذا النبته لا تستطيع ان تفتح ثغورها خلال النهار. لماذا؟ لان لفتح الثغور ديالها باش تمتص سي او 2 سوف تفقد الماء عن طريق النتح، وغيولي عندها مشكل ديال الاجتفاف وغادي تموت. اذا لذلك هذه النباتات بحال مثلا قصب السكر يلجا الى واحد الطريقه لكي يتاقلم مع الوسط الخارجي، انا غنقول لكم كيف يحدث ذلك. اذا كما قلت لكم سابقا هذا عباره على واحد المقطع على مستوى الورقه. اذا كاين عندي خلايا ديال البارونشيم هي رقم واحد، اذا ها هو رقم واحد تما كبرنا الخلايا ديال البارونشيم. اذا خلال الليل تقوم النبته بفتح الثغور لحقاش الليل تيكون عندي الرطوبه الى غير ذلك، ما تكونش درجه الحراره مرتفعه، اذا النبته تستطيع ان تفتح الثغور ديالها، وعندما تفتح ثغورها تقوم بادخال سي او 2، ولكن ما غتدخلوش في حلقه كالفن، لان حلقه كالفن تحتاج الى الضوء، وحنا دابا كاينين في الليل، اذا حلقه كالفن واخا لا تحتاج الى الاي تي بي والى الاي دي بي اش اش بلس اللي تيجيو ليا من تفاعلات المرحله المضاءه، اذا ما كاينش عندي الضوء، اذا حلقه كالفن لا يستطيع ان تتواجد. اذا هذه النباتات تقوم بواحد الظاهره، شنو هي؟ خلال الليل تمتص سي او 2 وتدخل الى خلايا البارونشيم وتقوم بادماجه في واحد الجزيئه اللي هي تحتوي على ثلاثه ديال الكربونات، وتعطيني واحد الحمض يسمى بالاوكزالو اسيتات، يعني الحمض الاوكزالو اسيتيك اللي فيه اربعه ديال الكربونات. اذا اول جزيئه يتم ادماجها بعد تكونها بعد ادماج السي او 2 هي الاوكزالو اسيتات اللي فيها اربعه ديال الكربونات، فهم لذلك هذه الحلقه تسمى بحلقه سيكات. ومن بعد ذلك تتكون الملاط وتبقى الاوكزالو اسيتات والملاط تبقاو يتشكلوا ليا ويتراكموا خلال الليل. في النهار اذا خلال النهار هذوك الملاط اش يوقع لها؟ تتفاعل وتقوم بتحرير سي او 2، وهذيك السي او 2 تمشي ليها للخلايا المحيطه بالاوعيه الناقله وتدخل ليها في حلقه كالفن، لان حلقه كالفن ممكن انها تتواجد دابا لان النهار كاين عندي الاي تي بي الى غير ذلك. فهم؟ اذا بعد ذلك يتم تركيب السكريات التي تنتقل عبر الاوعيه الناقله. اذا اعيد بسرعه، كاين نباتات لا تستطيع ان تفتح ثغورها خلال النهار، لذلك تلجا الى فتح ثغورها خلال الليل، تمتص سي او 2 وتحوله الى جزيئه تسمى بالاوكزالو اسيتات اللي فيها اربعه ديال الكربونات، وهذا تسمى حلقه سيكات بلا ما نذكرها لانها غادي تدخلنا في واحد المتاهات. خلال النهار من تيكون عندي تفاعلات المرحله المضاءه، اذا كاين عندي الاي تي بي والان الاي تي بي اش اش بلس، هذيك المالات تتحول الى اسيد بيريفيك البيريفات وتقوم بتحرير السي او 2، هذيك السي او 2 تدخل ليا الى حلقه كالفن وتتكون لي السكريات كما شرحت لكم سابقا التي تنتقل عبر الاوعيه الناقله، مفهوم، وتتمشي ليا عبر ما يسمى بالفلوام وتكون ما يسمى بالنسغ المركب. كاين عندي نباتات اخرى
تسمى بالمخلدات، المخلدات أو لا تسمى كذلك بنباتات كام، بحال مثلا الأناناس، بحال الصبار، فهم هادو قاع تيتسموا بالمخلدات. بلانت كام، لماذا كام؟ كام جاي من ميتابوليزم، ميتابوليزم أسيد كراسيلاسيان، إذا هي عبارة عن ميتابوليزم، هي يعني تفاعلات ديال الحمض الخلدي ولا الكراسيلاسي، فهم؟ إذا هادو هما البلانت، نباتات كام، غادي نشوفو فيما بعد. أو لا نحاول نقارنه ما بين مخلدات ونباتات السيكات. إذا كما قلت لكم نباتات السيكات هو قصب السكر، رشنا العملية كيف تحدث. بالنسبة للمخلدات هي كذلك تعيش في واحد الأوساط اللي هي تكون جافة وفيها الحرارة بزاف، إذا لا تستطيع أن تفتح ثغورها خلال النهار، لذلك تلجأ إلى فتح ثغورها خلال الليل وتمتص CO2 وتدخله في حلقة السيكات. غير هو الفرق ما بين نباتات كام وما بين نباتات السيكات، وأن نباتات كام لا حلقة السيكات ولا حلقة كالفن كلهم تيوقعوا على مستوى خلايا البروشي. أما بالنسبة لنباتات السيكات، حلقة السيكات تحدث خلال الليل بالخلايا ديال البالونشيم، ولكن حلقة كالفون تحدث على مستوى الخلايا المحيطة بالأوعية النقية خلال النهار. ديال الفرق، سيكات نباتات السيكات حلقة السيكات تحدث على مستوى خلايا البالونشيم، ثم خلال النهار حلقة كالفون تحدث على مستوى الخلايا المحيطة بالأوعية النقية. بالنسبة على اليمين، سيروا الصورة على اليمين، تبعوا معايا. إذا أعتذر على هذه المسألة ديال السير اليمين السير اليسار، لأنني لم أستطع، ما صبتش هذاك البوانتور اللي يشير إلى الصور وإلى الوثائق. غنحاول أن في الفيديوهات القادمة إن شاء الله نحاول نقلب عليه باش تكون شرح، يكون شرح بشكل سهل ونتبعه بشكل اللي هو مزيان إن شاء الله. إذا نتابع. بالنسبة للبلانتكا والمخلدات، حتى هي تعيش في أوساط حارة وجافة إلى غير ذلك، لا تستطيع أن تفتح ثغورها خلال النهار، لا تفتح الثغور إلا بالليل وتمتص CO2 وتدخله في حلقة السيكات، ثم بالنهار تحاول تحرر CO2 وتقوم بدمجه في حلقة كالفن، وهذا الشيء كله توقع ليا على مستوى خلايا مفهوم. اذا هذه الصور على لنباتات ديال المخلدات. اذا تنشوفوا لهنا قصب السكر ونبات اخرى الصبار الى غير ذلك. اذا شكرا على المتابعه ديالكم، لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب وصابوني على القناه ليصلكم كل جديد. اذا باقي واحد الفقره اخيره في هذا، فقره اخيره في الدرس ديال التركيب الضوئي، لان غنحاول اننا ان شاء الله نوجده، وسوف اقوم بوضعه في القناة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.